بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 55. من اليمن الشمالي لواء حجة يقول: ما معنى قوله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهل المقصود بقوله الملكين هما هاروت وماروت أم هما من ملوك البشر؟ وهل كان يعلمان الناس السحر الذي عده رسولنا صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه الآية وردت في ذم اليهود ومن نحى نحوهم وعمل عملهم، وقبلها قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وذلك أن اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجدون أوصافه وإثبات رسالته في كتاب الله الذي بأيديهم وهو التوراة. لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين بكتابهم ونابذين له وراء ظهورهم، ما إنهم اعتاضوا عن كتاب الله، اعتاضوا عنه كتب السحر والشعوذة، وهذا من استبدال الخبيث بالطيب، ومن عقوبة الله لهم، لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل. فهم لما تركوا كتاب الله اعتاضوا عنه كتب السحر والكتب الشيطانية، وهذه سنة الله جل وعلا في من أعرض عن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يبتلى بالضلال. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني ما كانت الشياطين تعمله من السحر على ملك سليمان، يعني في عهد سليمان، فإن الشياطين كانت تعمل السحر في عهد سليمان. فظن اليهود أن هذا السحر الذي وجدوه ظنوه من عمل سليمان عليه السلام، فالله عز وجل رد عليهم بذلك بأن السحر من عمل الشياطين وليس هو من عمل نبي الله سليمان عليه السلام. ولهذا قال: وما كفر سليمان، يعني وليس هذا السحر من عمله، لأن هذا السحر كفر، والأنبياء مبرؤون من عمل الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم السحر على أن تعلم السحر وتعليمه كفر. وما أنزل على الملكين ببابل، الجمهور على أن المراد بهم ملكان نزل من السماء لابتلاء العباد، وكان يعلمان السحر ابتلاء للعباد، ولهذا كان ينصحان أن يتقدموا إليهما قولهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فينصحانه بأن السحر كفر فلا تتعلمه، فإذا أقدم وتعلمه باختياره فهذا دليل على فساده وشره. فهما ملكان عند الجمهور نزل من السماء لابتلاء العباد وامتحانهم. ومن العلماء من قرأ: ما أنزل على الملكين كسر اللام، يكون من ملوك البشر، ولكن الأول أشهر وأظهر، وهما هاروت وماروت. نعم. بارك الله فيكم. هذا السؤال للمستمع إسماعيل إبراهيم التوم، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: أرجو أن تشرحوا لنا معنى هذه الآيات الكريمات من سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها قضية وحادثة حكم فيها داود بحكم، وحكم فيها سليمان بحكم آخر. وهذه القضية هي أن غنما رعت في مزرعة قوم في الليل، نفشت فيها يعني أفسدت فيها وأكلتها ليلا، فتقدم أهل الحرث
إلى داود عليه السلام ليحكم بينهم وبين أهل هذه الغنم. داود عليه السلام حكم بأن الغنم تكون لأهل الحرث عوضا عن حرثهم. ثم إن سليمان عليه السلام لما سمع الحكم حكم بحكم آخر، وهو أن يقوم أصحاب الغنم على سقي الحرث وتعاهده حتى يتكامل، وتكون الغنم بأيدي أصحاب الحرث يستغلونها ويشربون من ألبانها عوضا عما فاتهم من الحرث. فإذا تكامل الحرث كما كان سلم لأهل الحرث حرثهم وسلم لأهل الغنم غنمهم. الله جل وعلا ذكر هذه القضية وذكر هذين الحكمين، قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، يعني حاضرين، ففهمناها سليمان. ثم أثنى على النبيين بقوله: وكلا آتينا حكما وعلما. قيل إن داود عليه السلام حكم بالوحي وسليمان حكم بالوحي، فيكون حكم سليمان ناسخا لحكم داود. وقيل إن كلا النبيين حكم بالاجتهاد، وهذا فيه دليل على أن الأنبياء يجتهدون، وكل منهما حكم باجتهاده. وعلى كل حال هذا من حكم النبيين عليهم الصلاة والسلام، والله جل وعلا ذكر هذا لعباده عبرة وتبصرة. نعم، بارك الله فيكم. هذا المستمع كامل حسين سوري مقيم بحائل بعث برسالة ضمنها العديد من الأسئلة. السؤال الأول يقول: كنت خلال فترة شبابي أصلي أحيانا وأتركها أحيانا أخرى مع المحافظة على صلاة الجمعة، ولكني منذ 3 سنوات تقريبا بدأت أحافظ على جميع الصلوات مع الندم الشديد على تفريطي سابقا، وأقوم بالقضاء عما فاتني. فمثلا أصلي الفجر 4 ركعات، ركعتان فرضا حاليا وركعتان قضاء إلى جانب ركعتي السنة، وهكذا في بقية الفروض. هل عملي هذا صحيح أم يلزمني شيء آخر؟ أولا، التكاسل عن الصلاة والتهاون بشأنها أمر خطير جدا وشنيع من المسلم أن يتهاون في أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام والتي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثانيا، نشكر الله عز وجل إذ من عليك بالتوبة والندم على ما حصل، وهذا يجب على كل مسلم أنه إذا أذنب ذنبا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب ويغفر الذنوب جميعا، والتوبة تجب ما قبلها. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونسأله لنا ولك الثبات على الحق. أما مسألة القضاء فالصحيح أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وما دمت قد تبت إلى الله عز وجل وراجعت دينك وحافظت على الصلوات فهذا يكفي، وليس عليك قضاء على الصحيح، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني يقول: نحن في بلادنا نعرف أن كل عبادة لا بد لها من نية، فلذلك لا بد قبل الشروع في الصلاة من التلفظ بالنية. إذا كان هذا غير جائز أو بدعة كما سمعت، فما معنى الحديث القائل: إنما الأعمال بالنيات؟ نعم، كل عمل يحتاج إلى نية، للحديث الذي ذكرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن ليس معنى هذا أن تتلفظ بالنية، معنى هذا أن تعتقد بقلبك وتنوي بقلبك أداء العمل لله عز وجل، ويكفي هذا. النية محلها القلب وليس محلها اللسان، والتلفظ بها بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين وأصحابه والقرون المفضلة أنهم كانوا يتلفظون بالنية، وإنما النية محلها القلب. والله تعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فإذا نويت بقلبك وقصدت بقلبك فالله عز وجل يعلم ذلك، ولا يحتاج إلى أن تتلفظ بلسانك. نعم. السؤال الثالث يقول: أسمع كثيرا من الأئمة وخاصة المتمسكين منهم بالمذهب الشافعي لهم دعاء راتب بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر، فهل لهذا الدعاء في هذا الوقت أصل في السنة؟ نعم، هو كما ذكرت أن الشافعية يقنتون في صلاة الفجر بعد قيامهم من الركوع الركعة الثانية، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. الجمهور لا يرون القنوت
في صلاة الفجر، وإنما يرون القنوت في الصلوات المفروضة عند النوازل. إذا حصل بالمسلمين نازلة فإنهم كانوا يقنتون ويرون القنوت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في النوازل. أما في غير النوازل فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح أنه داوم على القنوت في صلاة الفجر، بل اعتبره بعض الصحابة مبتدعا ومحدثا لما سئل عنه فقال إنه أمر محدث. وهذا دليل على أن القنوت وملازمة القنوت في صلاة الفجر أنه بدعة، أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سنته أنه يقنت في الفرائض عند النوازل فقط. نعم. السؤال الرابع يقول: ما مدى صحة هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وما معناه؟ وهل هناك مجال لكي يسن الناس سننا أخرى غير التي اشتمل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية؟ وهل ما يسن من ذلك لا يعتبر من البدع؟ المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد به من عمل طاعة من الطاعات المشروعة، من عمل طاعة من الطاعات المشروعة واقتدى به الناس في ذلك فقد سن سنة حسنة. ليس معناه أنه يحدث عبادة جديدة أو عملا جديدا لم يشرعه الله ولا رسول. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، برواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأحاديث في ذم البدع والتنفير منها كثيرة، فليس معنى سن في الإسلام سنة حسنة أنه أحدث شيئا جديدا، ولكن معناه أنه عمل بخصلة من خصال الخير فاقتدى به الناس في عمل الخير فكان فعله هذا سنة حسنة. يعني هذه السنة مأمور بها لكن الناس قد أهملوها أو تركوها أو غفلوا عنها. ومما يدل على هذا سبب هذا الحديث، نعم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس محتاجون وبدت عليهم الحاجة والفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وحثهم على الصدقة، نعم، ورغبهم فيها، فجاء رجل معه صرة من المال قد عجزت يده عن حملها، ثم تبادر الناس وكل جاء بما يسر الله حتى بلغت الصدقات أكواما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال هذه الكلمة العظيمة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا الرجل بادر إلى الصدقة فشق الطريق لمن حوله من المسلمين فاقتدوا به وبادروا. نعم. ومن سن سنة سيئة، هل هذه بقية الحديث أو هي من باب القياس؟ نعم. من سن سنة سيئة فعليه وزرها. لا، من بقية الحديث هذه. هذه من بقية. على النقيض يعني. نعم. من سن سنة حسنة في مقابله من سن سنة سيئة في الإسلام، يعني عمل سوءا وصار قدوة سيئة للناس في ترك الواجبات وفعل المحرمات وإحداث البدع وغير ذلك. نعم. فعليه وزرها ووزر من عمل بها، من اقتدى بها، يعني نعم. يتحمل وزر هذه الجريمة ووزر من يعني اقتدى بها. هذا لفظ الحديث كاملا يعني. نعم. نعم. السؤال الأخير يقول: هناك الكثير من الأحاديث تحث وقد توجب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة مسجده، فهل هي صحيحة أم موضوعة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره حديث، وإنما الأحاديث الواردة في خصوص زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها إما موضوعة ومكذوبة أو ضعيفة متناهية الضعف لا يجوز العمل بها. نعم. وإنما الثابت الحث على زيارة القبور عموما، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على زيارة القبور لأجل الاعتبار والدعاء للأموات والاستغفار لهم بدون سفر وبدون شد رحل. أما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بخصوصه فلم يثبت بها حديث، وإنما الأحاديث الواردة فيها إما واهية ومتناهية الضعف أو مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن ذلك أئمة الإسلام كالحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن عبد الهادي وغيرهم من أئمة الحديث. نعم. بارك الله فيكم. هذه المستمعة أم علي من بغداد بعثت بثلاثة أسئلة. السؤال الأول تقول فيه: إنها امرأة مستقيمة تصوم وتصلي كل صلاة في وقتها، ولكنها قبل عدة سنوات أفطرت شهر رمضان بعد 19 يوما منه، وذلك بسبب حملها، وبعدها بسنين أو بسنتين لم تصم شهر رمضان كله لنفس السبب،
وبعدها أيضا بسنين لم تصم شهر رمضان كله بسبب الولادة، ولم تصم ما أفطرت إلى الآن، علما بأنها لم تكن تعلم عاقبة ذلك، فماذا عليها أن تفعل وما هي كفارة ذلك؟ إذا أفطرت المرأة الحامل خوفا على نفسها أو على ولدها، أو أفطرت من أجل الحيض أو النفاس، فهذه أعذار شرعية. نعم، تباح لها الإفطار من أجلها، ولكن يجب عليها القضاء والمبادرة بذلك قبل دخول رمضان الآخر، لقوله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الواجب على هذه المرأة أن تبادر بالقضاء قبل دخول رمضان الآخر. أما وقد تكررت عليها رمضانات وأفطرت من كل شهر منها عدة أيام وأخرت القضاء، فقد أخطأت في هذا، إلا أن تكون معذورة لا تستطيع القضاء فيما مضى، لكن يجب عليها المبادرة إذا استطاعت بأن تقضي الأيام التي فاتتها، وتبدأ بأيام الشهر الأول ثم بأيام الشهر الذي يليه، وهكذا بالترتيب. ويلزمها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن الأيام التي أخرتها حتى دخل عليها أو أدركها رمضان آخر. أما رمضان الأخير الذي لم يحل بينه رمضان جديد فإنه يكفيها القضاء. أما الرمضانات القديمة التي جاء بعدها رمضان آخر فإنه يجب عليها مع القضاء الإطعام عن التأخير. نعم. القضاء لا يشترط فيه التتابع، بل يجوز أن تقضي وتصوم وتفطر وهكذا. نعم، لا يشترط التتابع، تصوم وتقضي على حسب استطاعتها. نعم، لكن التتابع مع الإمكان أحسن. نعم. السؤال الثاني تقول: هل يجب قضاء الصلاة بعد الانتهاء من فترة الحيض مثل الصيام؟ نعم، تقول: هل تقضي الحائض ما فاتها من الصلوات مثل الصيام؟ لا، الصلاة لا تقضيها الحائض. نعم، لأنه لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بأن تقضي الصلاة، الصلاة تسقط عنها. ولهذا لما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها عن ذلك، قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: حرورية أنت، أي لأن هذا السؤال من أسئلة الخوارج. نعم. قالت: لا، لست حرورية ولكني أسأل. فقالت لها أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. وكذلك أيضا في حالة النفاس الولادة، النفاس حيض مثل الحيض. نعم، أحكامه أحكام الحيض. نعم. السؤال الأخير تقول: إني أصلي صلاة الوتر 3 ركعات، وقد سمعت في برنامجكم أنها 11 ركعة، فكيف أصليها؟ ركعتين ركعتين أو 4، أو كيف أصليها؟ الوتر أقله ركعة واحدة، وأدنى الكمال 3 ركعات، وأعلى الكمال 11 ركعة، هذا أعلى الكمال. فإذا أوترت ب11 ركعة فإنك تسلمين من كل ركعتين، وإذا جاءت الأخيرة ركعة الأخيرة تفردينها وتصلين ركعة واحدة على أنها وتر. نعم. هذا المستمع أيضا كنعان عبد الرحمن من العراق محافظة التأميم، يقول: هل هناك فرق بين الرسول والنبي وما هو؟ الله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فذكر الرسول والنبي، والعطف يقتضي المغايرة. نعم، وأنهما نوعان. وقد عرف العلماء رحمهم الله الرسول بأنه من أوحي إليه بشريعة وأمر بتبليغها وإلزام الناس بها والجهاد عليها، هذا الرسول. وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. نعم. مثل من الأنبياء؟ الأنبياء بني إسرائيل. نعم، أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام. نعم. السؤال الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ومن هم المقصودون بهذا الوصف، وهل هذا خاص بزمن معين أم هو مستمر إلى يوم القيامة؟ والله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى آخر الآيات. نعم، هذا ذكره الله في معرض تنزيه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصفات التي وصفه بها المشركون، لأنهم وصفوه بأنه كاهن، قال: وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، وما يستطيعون. وصفوه بأنه شاعر، فقال جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر أيضا، وإنما هو نبي من عند الله. فقوله والشعراء يتبعهم الغاوون، أي أن هذا وصف ذم للشعراء، لأن الشعراء غالبا ما يكون شعرهم يشتمل على الهجاء القبيح أو على المجون والخلاعة أو على المدح الكاذب، وغالب الشعر غالبه مذموم،
ولهذا يقولون أعذبه أكذبه، فهو من عمل الغاوين. وقيل والشعراء يتبعهم الغاوون، المراد بالغاوين هنا الشياطين، لأن الشياطين تقرب من الشعراء، وكل شاعر له رأي من الجن. وعلى كل حال على صفة ذم. ثم بين صفة ثانية من صفات الشعراء، قال: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، بمعنى أن الشعراء يشعرون في كل فن من المتناقضات من المدح والذم والهجاء والمجون وغير ذلك، فهم ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا بشعرهم وألفاظهم، فهم يهيمون في أودية الباطل وينوعون مقاصدهم وأشعارهم حسب ما يريدون، فهم متقلبون. لا يثبتون على حالة، تارة يمدحون وتارة يذمون وتارة يغرون بالفسق والخمر والزنا وغير ذلك، هذا من صفات غالبهم. نعم. والصفة الثالثة أنهم يقولون ما لا يفعلون، فهم يحثون على الكرم والشجاعة والبطولة، وغالبهم جبنا وبخلا ولا ينفذون ما يقولون، وربما يمدحون أنفسهم بأشياء ليست من صفاتهم، فهم يقولون ما لا يفعلون، وهذا من أعظم أنواع العيوب، أن الإنسان يقول ما لا يفعل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم إن الله استثنى أهل الإيمان وأهل الصدق من الشعراء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، فالشعراء الذين استعملوا شعرهم لنصرة الحق والرد على المبطلين، هؤلاء استثناهم الله عز وجل، مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك وشعراء الصحابة الذين صار شعرهم للدعوة الإسلامية والدفاع عن الحق والذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن نصر الحق، وهؤلاء قد استثناهم الله من الشعراء المذمومين. إذن يفهم من هذا أن هذه الآية لا تذم الشعر لذاته، نعم، وإنما تذم الشعراء الذين يتصفون بهذه الصفات. نعم. أما الشعر متى استخدم في أغراض لنصرة الإسلام ورفعة شأنه فهذا أمر محمود، يدخل في الجهاد. نعم. نعم. نعم.